نفسه، وعادة ما يكون الصغير على ظهر أمه عندما تكون المياه عميقة. وعندما يرغب في الرضاعة عليه السباحة تحت الماء، أو عليه الانتظار حتى تخرج الأم من تحت الماء. الأسد: من المعروف أن الأنثى تحمل الطفل في رحمها لمدة 9 أشهر، بينما أن أنثى الأسد تحمل الجنين في رحمها لمدة قد تتجاوز 3 أشهر فقط. ولو سألت نفسك لماذا من الصعب أن ترى أنثى أسد حاملة، فالسبب هو أن أنثى الأسد لا يظهر عليه الحمل إلا في الأيام الأخيرة من حملها. ولهذا أي أنثى أسد قد تراه من الممكن أن تكون حامل، ولكن دون أن تدري أنت أو تلاحظ هذا الشيء. وحينما تحين فترة الولادة ستبحث الأنثى عن أفضل مكان لها حتى تتمكن من أن تلد الأطفال بكل سهولة ودون أي عناء يذكر. متوسط عدد الأجنة يصل إلى 3، ولكن أحياناً من الممكن أن يصل إلى 7. وبعد مرور ما بين 18 إلى 24 شهر ستكون الأنثى قادرة على الإنجاب مرة أخرى من جديد. الجمل: يقال أن مدة الحمل التي تستغرقها أنثى الجمل من الممكن أن تصل إلى 1 سنة، ولكن عملية الولادة تكون صعبة للغاية، وذلك لأن الأنثى تخرج من داخلها طفل بوزن 18 كيلوغرام، وفي الحقيقة أنها تحتاج إلى الكثير من المساعدة من الأطباء حتى يتمكنوا من سحب الصغير من داخلها حينما تقوم بدفعه. كما أوضح العلماء أنه بعد مرور ساعة يتعلم الصغير السير. الكنغر: يعتبر حيوان الكنغر واحدا من أغرب الحيوانات حول العالم، حتى أن عملية الولادة الخاصة به متميزة عن الباقي. يخرج الكنغر من رحم أمه وهو كائن صغير جدا، لا يوجد لديه فرو ولا حتى أطراف ولا حتى يكون قادرا على الرؤية، ويبدأ في الزحف على جسد أمه حتى يتمكن من الوصول إلى الكيس الذي يوجد على بطن الأنثى، وذلك لأنه يخرج من الرحم بعد مرور 33 يوما فقط، وحينها لا يبلغ طوله البوصة ولا يتعدى وزنه الجرام، ويظل داخل كيس أمه لعدة أسابيع أو شهر حتى تكتمل مراحل نموه. الحمار الوحشي: تصل مدة الحمل داخل رحم الأم لصغير الحمار الوحشي إلى فترة ما بين 11 إلى 12 شهر، ويقال أن الأنثى قادرة على أن تصبح حاملاً بعد ولادتها بمدة 1 سنة فقط. وحينما تصل الأم إلى مرحلة الإنجاب تقوم بدفع الطفل وهي جالسة على الأرض حتى يخرج بالكامل من داخلها. الفقمة أو كلب البحر: تعيش الفقمة داخل المحيطات وتقضي معظم وقتها تحت الماء، ولكنها تعود للشواطئ من أجل التزاوج، وعادة ما تلد الفقمة في شهر فبراير إلى يوليو، وتقوم بالولادة على الشواطئ الخالية، وتضع صغيرا واحدا والذي يصل وزنه إلى 13 كيلوغرام، ويستطيع الصغار السباحة خلال ساعات من عملية الولادة، وعادة ما تكون الأم خلال فترة الرضاعة صائمة لأنها تقوم برحلات صغيرة بحثا عن الطعام لصغارها. الحصان: يتميز الفرس بالقوة والشجاعة والأصالة، لما يجعل عملية الولادة الخاصة به مختلفة كثيرا عن باقي الحيوانات. وحينما تحين لحظة الولادة تبدأ الأنثى بالذهاب إلى أكثر مكان هادئ وتتنفس كثيرا حتى تتمكن من إخراج طفلها بسلام. والغريب أنها تتحرك كثيرا في الإسطبل الذي توجد به، وحينما تبدأ رأس الصغير في الخروج تجلس الأم على الأرض ومن ثم تدفعه إلى الخارج، وحينها يحاول الصغير الوقوف على قدمه لكنه لا يتمكن ويبدأ في السقوط على الأرض حتى يتعلم الوقوف، ومن ثم تبدأ أمه في مساعدته على السير حتى يتعلم الركض بسرعة. الثعبان: من الصعب للغاية تخيل عملية الولادة في الثعبان، فهو لا يمتلك أيدي ولا أرجل ولا حتى تظهر منه أي فتحة في جسده،
ولهذا نحن على يقين من أنك ستصاب بدهشة كبيرة للغاية حينما تعلم الطريقة التي يتمكن من خلالها الثعبان من ولادة أبنائه. تعتمد عملية ولادة الثعبان على حسب نوعه، إن كان من النوع البيوض أو من النوع الذي يلد مثل البشر. النوع البيوض يضع البيض ويتركز باقي المجهود على الثعبان داخل البيضة حتى يتمكن من الخروج من البيضة بكل مجهوده. يقال أن أغلب الثعابين تولد ولديها أسنان، وهذا ما يمكنها من تحطيم قشر البيضة ومن ثم يتمكن من الخروج. أما النوع الذي يلد، يترك الجنين داخل الرحم حتى يحين وقت مناسب، ومن ثم يقوم بإخراج الثعبان من داخله وهو صغير. ولكن هنالك نوع آخر من الثعابين يعرف باسم الثعبان البيوض الوالد، حيث أن الثعبان يكون في بيضة داخل الأم، وبعدها يخرج من البيضة داخل الجسد، ثم بعدها يخرج من الجسد بالكامل. هذا يعني أن البيضة تظل بالداخل حتى تتحطم قشرتها، ومن ثم يخرج الثعبان من الرحم. وفي النهاية، ما هو أكثر حيوان أصابك بالدهشة اليوم في هذا الفيديو؟ أخبرني في التعليقات، ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الإشعارات ليصلك كل ما هو جديد. نراكم في الفيديو القادم، إلى اللقاء.